إذا بهاي الأوقات اللي إحنا قاعدين فيها بالبيت، قد لا سمح الله حدا عنا بالبيت يصاب بأي نوع من أنواع الأشياء اللي بحاجة لسرعة في الإسعاف. لذلك إحنا اليوم بهذه الفقرة رح نستضيف عبر سكايب الدكتورة نغم القرة لحتى تحكي لنا أكثر عن في حال كان هناك بعض الحالات اللي نقدر نسعفها سريحا كيف نتصرف. دكتورة صباح الخير. صباح النور، كيفك رانيا؟ أول إشي اشتقنا لك كثير حبيبتي. وأنا كمان. طيب دكتورة، إحنا عم نحكي عن كل احتمال، يعني في بيوت كثيرة فيها مريض ضغط، يمكن مريض سكري، في حدا في عنده المشاكل البسيطة اللي خلينا نقول أكثر شيوعا، كيف بيقدر يتصرف معها لا سمح الله صار في أي نوع من أنواع المضاعفات؟ بداية إحنا هلأ زي ما حكينا إنه إحنا موجودة طبعا خدمة الدفاع المدني، طوارئ المستشفيات، الكل شغال، بس خلينا احنا نطلبهم عند الحاجة الضرورية فعلا، لانه اكيد سمعنا وكلياتنا عرفنا عن حالات اللي صارت في حالة وفاة صارت نتيجة انه مش قادرين يلقطوا الدفاع المدني نتيجة الضغوطات لاشياء ثانية اقل اهمية. لذلك انا بداية راح احكي عن الجزء الاول من الحالات الطارئة اللي بتصير بالبيت لا سمح الله، كيف كل واحد يتعامل معها من غير ما يضطر انه يوصل للمستشفى، الا اذا تقدم الوضع وطلعت الامور من السيطره فلازم انه يحكي مع الطوارئ او انه يطلع يروح على اقرب مستشفى. بدايه راح احكي من الناحيه الجراحيه انه كيف لو حدا انجرح في البيت كيف يتصرف. هلا طبعا كل ستات البيوت مقضينها يا حرام طبخ بالمطابخ او بقطعوا اشياء في البيت، فممكن انه يصير عندهم جرح. هلا الجروح ممكن نقسمها احنا بهاي الطريقه لجروح مفتوحه او جروح مسكره. المسكره اللي هي الكدمات، هاي بيكون نزيف تحت الجلد، ما بخوف، يعني بيكون اولها ممكن يصير احمرار، بعدين ممكن يصير بني، بعدين ممكن يزرق، يصير بعدين لما يبلش يخف اخضر واصفر ويختفي تماما. هاي الفتره او هاي الكدمه كيف نعالجها؟ بس انه بدنا نريح حالنا، نحط مثلا كيس بلاستيك فيه ثلج انه نبرد المنطقه، نرفعها او كذا، هاي الخطاط، يعني هاي علاجها، هاي مش يعني شيء خطير. اما الجرح اللي بيكون الجروح المفتوحه بتتقسم لاربع انواع جروح، راح احكي بدايه على اللي هو اخف واحد او السطحي، اللي بيصير مثلا طرف السكينه، مقاص، سحبنا شيء حاد، ورقه مثلا طرف الورقه، هدول اهم شيء فيهم مش النزيف لانه ما فيهم نزيف، بس انه نغسلهم بمي نظيفه ونغطيها، وبعدين ممكن نحط كريم او حتى ما نحط كريم وبتروح لحالها ما بتترك اثار. هلا اذا كان الجرح اعمق شوي اللي هي الجروح القطعيه انه مثلا بسكينه، هون بنهتم اكثر بالنزيف اكثر من التلوث او التهاب هذا الجرح، فبدنا نوقف النزيف. اول شيء كيف بدنا نوقف النزيف؟ كل الطرق البدائيه كلياتنا بنعرفها اللي هي انه نضغط على المنطقه. طبعا دائما انا بحب احكي انه لما يكون حدا يعني في شايفين احنا نزيف قدامنا، اذا ما عندنا كفوف نلبسها في البيت، وانا اظن هلا مع موضوع مرض الكورونا كوفيد 19 الكل عنده كفوف في البيت، بس لو ما عندنا كيس بلاستيك البسه واضغط على مكان النزيف عند هذا الشخص اللي عم بينزف، لانه انا ما بعرفه، حتى لو يعني ما بعرف شو عنده، حتى لو كان اقرب حدا الي، يعني هيك الاسعافات الاوليه، بضغط على المنطقه. اذا بعد ما ضغطت على المنطقه ممكن انه يوقف، ومرات بضطر اني ارفع مثلا بالايد، برفع الايد عشان الجاذبيه تساعدني انه الدم يبطل يوصل لفوق ويبطل انه ينزف. بالحالات اللي اكثر من هيك بدي اضطر اربط على المنطقه اللي اقرب او قبل مكان الجرح اللي عم بينزف. طبعا الربط هذا بدي انبه انه ما بيصير يكون لفترات طويله، يعني ما بصير انه اربطه خلص واترك الموضوع، اذا في نزيف اذا بدي اربطه عشان بس هلا انقذه بهاي الحاله اللي انا فيها، ما بيصير يضل لفترات طويله، لانه بعد فتره معينه ممكن انه يسبب بموت هاي الانسجه ونفقد احنا العضو اللي كان عم بينزف. تمام دكتوره. هلا اذا بدنا ننتقل ايضا، معلش، لانه اكثر الحالات يمكن اللي الناس قاعده عم تسال عنها، اذا كان كبار السن صار في عندهم مضاعفات بما يخص موضوع ضغط، نزل الضغط، ارتفع الضغط. هلا يعني بس خليني بس اكمل على موضوع الجروح، لانه هذا احنا بالبيت يعني كل حدا ممكن يصير معه موضوع اللي هو اذا انبتر اصبع او يعني قطع يعني عضو من عندنا، انه ايش نعمل؟ احنا ممكن ننقذ هذا الاصبع، اول شيء حدا يحكي طبعا مع الطوارئ او الدفاع المدني، بمسك هذا الاصبع بحطه بكيس بلاستيك مع مي، مش مع ثلج، مع مي،
وبحط ممكن حواليه ثلج وبنقل الشخص مع العضو المبتور او المقطوع للمستشفى او الدفاع المدني بدير باله عليه. فانا عندي بدايه موضوع النزيف، موضوع الحفاظ على هاي الاجزاء المقطوعه، وشغله اخيره مسمار او سكينه ما بيصير اقيمها من المكان اللي دخلت فيه، بدي اخليها لانه ممكن اثناء دخولها ما تكون عملت اي دمار، لكن اثناء سحبها ممكن تعمل دمار تؤدي الى الوفاه. فهي بدايه بدي احكي على هاي موضوع الجروح. اما موضوع مثلا السكري، هلا بدي احكي عنه. السكري هبوطه نعم ممكن احنا يعني سوري ارتفاعه مش كثير حاله طارئه زي هبوطه، يعني ارتفاعه ممكن انه يتعالج، انه مثلا نعطيه ادويته اذا هو عم ياخذ حبوب ياخذها او انسولين مش ماخذه او ناسي او كذا. اما الهبوط فلازم بسرعه نتصرف. ضروري بحب انوه هون على هبوط السكري انه ما بيصير احط بتم المريض شيء ينبلع او انه ياكله، عشان ممكن هو يكون فاقد للوعي واؤدي الى اختناقه، وممكن هاي تؤدي لحاله وفاه. بحاول اني اما احط سكر بتمه او اشربه شيء سائل، مع انه حتى الشرب يعني الا اذا كان فيه لسه مصحصح بشربه عصير او يعني شيء فيه مي وسكر، عشان انه اتفاقم ما تتفاقم المشكله والحق عليها قبل ما الموضوع يتفاقم. هاي بالنسبه لموضوع السكري. كمان شغله بدي احكيها اللي هي الحروق، وزي ما حكينا الطبخ وهلا وبالمطبخ او اطفال الصوبات او هاي الشغلات. هلا هاي اذا صار عندي حروق، الحروق طبعا احنا زي ما حكينا وقسمناها بحلقات كثيره، اذا سطحيه اهم شيء اغسلها تحت المي لمده 10 دقائق، بعديها ما احط معجون اسنان، معجون اسنان بيعطيني فكره انه النعنع اللي فيه انه بيهدي وبروق وبيبرد من غير ما انه يعالج، فما في داعي لمعجون الاسنان. هي معلومه خاطئه. هلا في ناس بيقول لك لا انا بتحسن على معجون الاسنان بس احطه، لا انت تحسنت لانك بكل الاحوال رح تتحسن، لانه هذا الجرح او الحرق العفو سطحي. هلا اذا كان الحرق انه اعمق، اول شيء الهدوم الملزقه ما اقبعها، طبعا نفس الشيء بدي اغسله تحت مي بارده لمده 10 دقائق، بكون اتصلنا احنا بالدفاع المدني وبعدين بدي انقله للمستشفى. اما حرق الكهرباء، هذا اول شيء بدي اتاكد انه فصلت الكهرباء عن الشخص اللي اتكهرب وسبب له بالحرق، بعدها نفس الشيء بدي اتعامل معه زي كانه حرق النار، انه بدي ابرده بالمي وبعدين بده ننقله للمستشفى. طبعا احنا بنحكي عن حروق الكهرباء القويه، يعني مش انه مسكت شغله هيك سلك الكهرباء او شاحن الموبايل او وات ايفر، وهذا كلياته انه شيء خفيف ما عمل لي اي مشاكل لا خارجيه ولا داخليه ولا بالقلب ولا اي شيء سيطر يعني عمل لي اياه. طيب دكتوره على الحروق بعيد الشر، اذا برضه واحده من الحالات اذا كان في طفل صغير مثلا وبلع شيء من الاغراض الموجوده بالبيت. هي انا جيد. هلا بالنسبه حكينا للحروق والنزيف للجروح وحكينا لهبوط السكر، هلا بدي احكي على موضوع بلع الاشياء والاختناق. بلع الاشياء والاختناق كبير، الشخص الكبير بدي على طول اذا انا لحالي بدي امسك ايدي الضعيفه مثلا الشمال بهذا المنظر، بدي احطها على اسفل القفص الصدري، احط ايدي الثانيه الاقوى واسير اتفش واقرب حالي على اي حفه طاوله او كرسي عشان يطلع الشغله. اما اذا كان في ناس حوالي ممكن حدا ثاني انه يساعدني من يعني يعبط الحدا ويتفشه بنفس الطريقه اللي حكينا عنها. هلا طبعا هذا في حالات الاختناق الكلي انه بدي اعمل هاي الحركه، بينما اذا كان الشخص اللي قدامي لسه عم بيقح او عم بيحكي ما بدي اقرب منه، لانه اذا قربت ممكن المشكله انها تتفاقم اكثر، وهذا بدل ما انه اساعد انا الشخص بعمله اختناق كلي وبعمل له مشكله. بالنسبه للاطفال حسب عمرهم لحد السنه بدي اقلبهم، او اذا كانوا اكبر بدي اعاملهم زي كانهم شخص كبير، يعني نفس الطريقه. هلا بدي احكي في نقطه للناس اللي بهبط عندهم السكري او بصير هبوط في الضغط او بصير عندهم ممكن انه انضربوا على شغله وقع او انخبط، في شيء بسموه بلع اللسان. طبعا لوحده الناس بتفكر انه في حدا ممكن يبلع لسانه، هلا هي الاسم هيك اسمه بلع لسان، بس هو مش بلع لسان، نتيجه ارتخاء العضلات بالجسم اللي بتصير نتيجه هاي الغيبوبه، الجزء الخلفي من اللسان بيرتخي وبسكر مجرى الهواء اللي خلفه. انا ايش بدي اتصرف بهاي الطريقه؟ طبعا مش حفتح تمه واجر لسانه لانه هاي خطا وما رح تساعد ولا رح تخفف من فتح مجرى الهواء. اللي بدي اعمله انه المريض وهو مستلقي على الارض بدي احط ايدي على جبينه وارجع راسه لورا. بعدين اذا هاي لحالها ما كفت بدي بسموها تشلت، بدي ارفع الدقن تبعه لفوق. بعدين اذا هاي ما نفعت زي كانه بدي اخلع الفك السفلي تبعه، بدي اسحبه لقدام. كل
كل هاي الطرق رح تساعد انه اللسان ينجر لقدام ويفتح المجرى التنفسي تبع المريض وبرجع له النفس، لانه احنا زي ما احنا عارفين انه النفس بعد 4 دقائق ممكن انه يسبب انقطاع النفس او الدوره الدمويه تسبب موت بخلايا الدماغ. طبعا هلا بدنا نحكي على حاله الانعاش، امتى انا بدي اتدخل بحالات الانعاش؟ اهم شيء بدايه مش انه اول نعم دكتوره معي؟ معكي احنا بس عشان الوقت انا اسفه، ممكن احنا نقسمها لفقره ثانيه اذا بتحبوا يعني المره الجايه. خلص اذا بنكون معاكي بمقابله اخرى لحتى تحكي لنا اكثر عن الحالات، لانه بتخيل هذا الشيء بيهم كل انسان حاليا موجود بالبيت، حتى عشان سرعه انه ما نوصل لمرحله يكون مش قادرين انه نحل المشكله بقدر عالي من السرعه. اذا كانت معنا الدكتوره نغم القره، اخصائيه جراحه عامه والثدي والمنظار.